قدر أن أحد ذوي الهيئات عفانا الله وإياكم عرف بشيء ما، جاء في الآثار أقيل ذوي الأثرات، يعني ليس من الحسن ولا من كمال بقاء المجتمع على ما هو فيه أن ينشر أخبار مثل هذا. فكما يكون الستر بعدم التجسس، يكون الستر بأن كثيرا من الأخبار لا يحسن نقلها ولا يحسن نشرها. والآن نحن في زمن التقنية فيه فرضت نفسها بقوة، لكن يبقى التقوى التي في القلب التي تفرض نفسها على التقنية، تفرض نفسها على ما يعرف بطرائق التواصل الاجتماعي، تقوى الله جل وعلا. فليس حسنا ولا دينا أن ننشر كل ما يصلنا، ولا أن نفرح بما وصلنا، ولا أن نذيعه ونشيعه دون أن نعلم فائدته. ما الذي يستفيده المجتمع من أن ينشر أنه حصل في مكان كذا وكذا من الفواحش أو من الأخطاء أو من السرقات ما حصل؟ كل ذلك لا ينتفع به المجتمع، وإنما قد يحصل فيه من الإرجاف والخوف وما أشبه ذلك ما يضر الناس. ينبغي أن تبقى حرمات الناس محفوظة وأحوالهم مستورة، وهذا كله فضل من الله واسع يسوقه الله جل وعلا على يدي بعض عباده. وكما جاء في الأحاديث إن منكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن منكم مغاليق للخير مفاتيح للشر. ليس الأمر فقط في الدينار والدرهم، وإنما حتى فيما يصلنا من أحداث وأخبار وأنباء كيف ننقلها. فلا يصح أن يثبط المجتمع ولا أن يهون الناس، ينبغي أن يكون بينهم تراحم وخلق حسن ومحبة بعضهم لبعض وستر بعضهم لبعض. وقد رغب الإسلام كثيرا في أن يستر المسلم حال من ابتلي، وبعض من رجم من الصحابة قبل أن يرجم، قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويعترف بالزنا، مر على أبي بكر مر على عمر، كلاهما نصحه بأن يستر نفسه وأن لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، لكن الرجل لأمر أراده الله جاء وأخبر. والمقصود حرص الإنسان على نفسه يكون بحرصه على غيره، أن يتجنب أن يكشف لمؤمن ستره.